لكن خلينا قبل ما ابدا الاخبار حياب ودي ان انا اقول لحضراتكم على امر ما يمكن من 3-4 ايام بتبعتوا لي ما شاء الله كل يوم عدد لا حصر لهم من الرسائل، وده امر الحقيقه بيسعدنا جدا كبرنامج ان احنا نتلقى كل اراءكم. كان امامنا احد امرين، يا نفتح تليفونات يا نستقبل رسائل، فوجدنا ان الرسائل هي وسيله امنه اكثر من التليفونات. من 3-4 ايام كنت بقرا مجموعه رسائل الحقيقه، وكالعاده احيانا بتيجي بعض النكت، بحاول ان انا اخفف على حضراتكم وبحاول اقول نكته او اثنين او ثلاثه خلال الحلقه بالكامل. النكته اللي كانت قدامي نكته فيها طلاسم، يعني مش واضحه بالنسبه لي جدا، ولكن خلاص قلتها، وقطعا لو كنت متاكد جدا من معانيها اللي ما ايقنتش لمعانيها اطلاقا، انا عندي دايما حسن نوايا حياتي، اكيد ما كنتش قلتها اكيد. لكن بعد ما قلتها برضو ما خدتش بالي، ومرت الرسائل قدامي و 600-700 رساله، ما حدش عقب اطلاقا على هذه النكته، لانه عاده اصدقائي بيعقبوا على كل شيء الحقيقه. ولكن ثاني يوم مجلس اداره القناه ابلغني ان هو عايز يجتمع معايا، طبعا منتهى السعاده، وقعدت معاهم. لفت نظري ان كان في نكته بالامس كذا كذا كذا، نكته فيها اسقاط. انا فعلا قلت له صح، كلامكم صح 100%، انا قلشت في النكته دي، قلشت كتير بيقلشوا وانا من ضمن الناس اللي بيقلشوا، قلشت اكيد قلشت 100%. انا النهارده بتكلم عشان اعتذر عن هذه القلشه، اكيد مجلس اداره القناه المحترم وجه لي لفت نظر في هذا الامر وانا متقبله تماما تماما. كمان حصل اتفاق ان احنا ما نستقبلش نكت الفتره الجايه، خلي رسائلكم خاليه من النكت. لكن انا حابب اؤكد على حاجه، طب حضراتكم ده اللي يهمني، انتوا اللي تهموني، جمهور اللي قاعد قدامي ده هو اللي يهمني في المقام الاول والاخير، سواء النهارده وما كانش في عمر في الدنيا. لكن احب دايما اقول انتوا اللي تهموني تماما، عشان كده انا بأؤكد ليست من طباعي او من اخلاقي بشكل عام ان انا اتلفظ باي الفاظ خارج اطلاقا. يعني من وانا طفل صغير وانا عندي 5-6 سنين، وحتى هزاري مع اولاد جيراني او مع اصدقائي لاخره، لغايه لما وصلت للوضع اللي انا موجود فيه دلوقتي، في عمري في حياتي ما احب اتلفظ بلفظ خارج، ده مش من طبيعتي. ده شيء اللي احزنني، ان الموضوع مش في طبيعتي. ولكن النكتة اللي اقراها ما فيهاش ولا كلمة خارجة، ولا كلمة، يعني واحد يحب يرفع قضية على واحد على النكتة ولا كلمة خارجة، لكن هو اللي بعتها مع قربة، ولا قلشت فيه. أرجو أن تكونوا تتقبلوا اعتذاري، أنا أنتوا اللي تهموني في المقام الأول والأخير، جمهوري العزيز، جمهور مودرن بشكل عام، سبورت قطعا، ومسائل أنوار بشكل خاص، أرجو أن أنتوا تتقبلوا اعتذاري. الكلام ده كان من 4 أيام، وتم لفت نظري بعدها بيوم، كنت قاب قوسين او ادنى ان انا اطلع اعتذر لكم او لا. لما لقيت الموضوع محدش يتكلم فيه قلت خلاص، وما جاليش رسائل ومحدش ولا حد حتى هنا ولا هنا ولا حد كلمني. لكن يبدو انه حصل يعني بعض الاتصالات او الاخر، ايا كان الوضع، على كل الاحوال اكرر مره ثانيه اعتذاري لجمهوري العزيز. الامر الثاني النهارده الحقيقه الاخوه في جمعيه رساله، الجمعيه الخيريه الشرعيه العظيمه، احنا كنا في حصاد الاسبوع، وانا بتكلم على تشجيع الناس ان هم يجمعوا فلوس للنادي عشان يخلص صفقات. واحد قال لي بدل ما تدعو عشان اللعيبه تقبض ملايين ما تدعو للغلابه، فانا قلت انا اتكلمنا قبل كده وبنتكلم مره ثانيه ده يوم الخميس، وطلبت من الناس قلت لهم دلوقتي كل واحد فينا في بيته مليان كراكيب، مليان هدوم، مليان ادوات كهربائيه موجوده على جنب عطلانه او حتى ما بنستخدمهاش او لاخره، وقلت رقم جمعيه رساله، والنهارده بيكلموني عايزين يعملوا حفل تكريم. طبعا انا بشكرهم اولا على اهتمامهم جدا جدا جدا، قالوا لي استقبلنا في الثلاث اربع ايام دول اللي ما استقبلناهوش في سنه. الناس اللي تتكرم هي الناس العظيمه اللي استجابت وبعثت، اهل الخير، الناس العظام، الناس محبي الخير، واحنا شعبنا محب للخير يا جماعه والله. كل ما في الامر ان احنا عايزين نحط قنوات الاتصال بين اهل الخير. ولما انا قلت جمعيه رساله اكيد في جمعيات اخرى عظيمه جدا، بس يمكن الجمعيه دي اللي انا عرفتها، والاستاذ محمد سيف تحديدا قال لي جمعيه هايله وشباب جامعه تحفه، وناس بيجوا لغايه البيت ويستلموا منك ويمضوا لك على الورق الحاجات اللي هم مستلمينها، وبتوصل للناس بسرعه جدا. احنا عايزين قد ما نقدر يبقى عندنا التكافل الاجتماعي في حياتنا قد ما نقدر. اللي بيجيبوا قرش زياده ما يمنعش، ما يمنعش. وانا بقول لكم ايه،
ده حاجات زياده عندكم، شويه هدوم، شويه الات، اي حاجه هتنفع. اوعى تفتكر ان في حاجه عندك في بيتك مش هتنفع، اي حاجه في بيتك هتنفع، ده اكيد انت شايفها بالنسبه لك ملهاش اي وجود، غيرك شايفها مهمه جدا جدا في حياته. فمره ثانيه ارجو ان انتم تتقبلوا هذه الدعوه مره ثانيه. انا بشكر كل اللي استجابوا، بشكر الاخوه في جمعيه الرساله اللي اسعدوني بالخبر ده جدا النهارده، جدا 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 الاستجابه العظيمه والسريعه من الاف اتصلوا على الفور وبعتوا. يعني ده اللي انا بقوله، الناس بس محتاجه اللي يحركها او اللي يحط لها الجايد او الطريق ان هي ازاي تتعاطف مع بعضيها من اجل التكافل الاجتماعي، كلنا اكيد محتاجين ده. الحاجه الثالثه، انا مستمع. الحاجه الثالثه وهي خاصه بمباراه الاهلي وحرس الحدود الاخير. انا حقيقة سمعت مخرج النهارده محمد نصر بيعمل مداخله مع صديق العزيز الكابتن مجدي عبد الغني بيشرح له الامر، رغم ان انا طلبت منه ان هو لا يتحدث في هذا الامر، لكن هو جواه شحنه او حاسس بالظلم او حاسس بالقهر، وده احساس ربنا ما يوريكم هذا الاحساس اطلاقا. جماهير كتير اتهمته في مباراه، هو كان مخرج مباراه الاهلي وحرس الحدود، ان هو تعمد ان هو يعلي الصوت الخاص بالجماهير اللي بدات تتناول نجمنا الكبير شيكابالا في المدرجات بالفاظ يعف اللسان عن ذكرها. واكد في حديثه اللي انا سمعته الحقيقه مع السادسه مساء، انه بمجرد ما المباراه بتنتهي وبينزل وبيغادر اطلاقا عربيه الاذاعه الخارجيه، وان الامر كان منوط بحد يوطي الفيد بتاع الصوت، وهو في جميع الاحوال اكثر واحد، مش بقول ده عشان هو مخرج معايا او انا مذيع معاه، اكثر واحد بيحاول دايما يقعد معايا ويزقني في ان احنا نعمل توائم بين جماهير الاهلي والزمالك هو محمد نصر طبعا، والاخوه رؤساء التحرير كان عمرو مخلوف او احمد اويس وكل المجموعه اللي معانا. فاستحاله يكون هو له دور في هذا الامر تماما، كل ما في الامر ان هو الوضع جه بالشكل ده. اكيد من حق جمهور الزمالك اللي كلمني النهارده، مئات المكالمات وصلت النهارده استقبلتها الحقيقه بخصوص هذا الامر، وانا قلت له كده وهو بيكلمني الحقيقه. اللي انا عايز ااكده لجمهور الزمالك مليون الميه، ان انتوا كلكم في القلب ده اكيد، ونفس الوضع لجمهور الاهلي ده اكيد، بتكلم على الاهلي والزمالك تحديدا دلوقتي عشان احنا مقبلين على مباراه القمه. وانا قريت تصريح لشيكابالا بيقول ان مش هيهزني اطلاق الهتافات اللي تمت في مدرجات النادي الاهلي ضدي، وان هو على لسان شيكابالا سمعت ان في دخلات متجهزه في المدرجات علشان يهاجموني ويهاجموا امي رحمه الله عليها، شيكابالا رحمه الله عليها وعلى كل امواتنا رحمه الله عليهم جميعا. ومين يقبل ده يا شيكابالا؟ محدش يقبل ده اطلاقا اطلاقا. ومن الطبيعي ان الشرطه في جميع الاحوال لن تسمح بدخول ده، لكن انا لا اخاطب الشرطه هنا، انا اخاطب القلوب واخاطب النفسيات واخاطب الانسانيه اللي موجوده كامنه في نفس كل واحد فينا، حتى لو عنده 13 14 سنه في كامنه جانب مهم من الانسانيه. جمهور الاهلي يقول لك انا عملنا كده عشان شيء، انا بتكلم بصراحه عشان نحاول ان احنا نفضي جرعه الشحنه اللي موجوده. جمهور الاهلي قال لك احنا عملنا كده ليه؟ لان شيكابالا بعد انتهاء المباراه بيروح يقف يتنطط تحت في التراك قدام جمهور الزمالك ويردد بعض العبارات عشان جمهور الزمالك يشتم جمهور الاهلي، فاحنا بنرد. امر هقول هل ده صح او ده غلط؟ ما اقدرش اقول ده صح ولا غلط.